في هذا البوست حاولت أجمع أهم الكريمات الطبية المثبتة علمياً اللي تساعد في توحيد لون البشرة وتخليها صافية من الآثار والتصبغات، يكون لونها متجانس، صحية، جميلة. تكلمت كل شيء بالتفصيل تحت، راح تلقونه سواء من خلطة ثلاثية، سواء السكين أوري منو يستخدمه، سواء أحماض الفواكه وغيره من الكريمات المثبتة، وكل واحد شلون ممكن تكون طريقة استخدامه. طبعا لما نستخدمه ما يصير نستخدم كل شيء مرة واحدة، ولكن هذه مجرد أمثلة مثبتة وحلوة وتساعد فعليا في إزالة تصبغات البشرة وتوحيد لون البشرة. اقروا كل شيء بالتفصيل تحت. يعطيكم العافية. مثل مال سكين أورين أو الأزلك أسد، حمض الأزلك سميته حبيب الملايين لأن فعليا كثير من الناس خذوه. ليش؟ لأن هذا المنتج يخدم كثير من الناس. لما نيجي نتكلم عن مقشر، في مقشرات فيتامين A ممتازة وروعة وتقاوم التجاعيد، بعد فيها مميزات على سكين أورين، ولكن الحامل والموضع ما تقدر تستخدمها. كريمات الريتين A قوية على بعض البشرات، ولكن السكين أورين أخف على البشرة، آمن للحامل المرضع، فراح يخدم فئة أكبر. لما جيت أسمي فئة من المرطبات حبيبة الكل أو حبيبة الملايين، حبيبة الشعب، أنا دائما أقول الألقى هذا المرطب. أمهات حق بناتهم المراهقات لما يسألوني أعطيهم هذه، البنت كبرايمر الصبح تبي هذه، جميع الأعمار، شباب وبنات، ترطيبة خيال الصبح، خيالي، الكل يقدر يستخدمه، جميع أنواع البشرات، فهذا يعتبر من المرطبات الممتازة. ففي أنواع من المنتجات تخدم فئة كبيرة، أنواع بشرات كثيرة ما منها أضرار جانبية، مفيدة جدا. زين، أنواع الغسول، أنا من بدت كورونا وقبل بشوي شنو كنت أستخدم أنواع غسول التي تحتوي على صبار؟ ليش؟ لأنها راح تخدم فئة كبيرة، تنفع الشباب، بنات، بشرات متهيجة، تقدرون تستخدمونها كذا مرة باليوم، يصير قوامها جل، البشرات الدنيا والمختلطة تقدر تكررها بغير ما تجف بشرتها، البشرات العادية ما راح تجف بشرتها، وكذلك آمن حتى حق سن المراهقة. فبالتالي لويس ألستون، طبعا هم من براندين مختلفين، ولكنهم يعتبرون كأمثلة ممتازة لمنتجات تخدم فئة كبيرة من غير أعراض جانبية، لأن هذا الغسول كذلك يحتوي على الصبار اللي يهدي البشرة، فالبنت حتى لو فترة تقشير تحتاج شيء تغسل فيه بشرتها ممكن تستخدم هذا الغسول. فعرفتوا ليش الحين الألقى دائما أحطه كمثال للكل، وأحط لويس ألستون كمثال للكل. شوفوا هذا الغسول وهذا المرطب، راح أحط لكم كافة تفاصيل عنهم، خيال. لازم أنا شوفوا، أنا بين فترة ثانية شيك على حالة توفر عندهم الأونلاين وكلم الدوائية من كثر ما يقعدون هذا المرطب خاصة وهذا الغسول، والله والبنات يدرون يعرفون لما يسألون ما يلقونه بصيدليات، ينقطع بسرعة. هذا هو الغسول وهذا المرطب، راح أطلقهم عنهم كافة تفاصيل. أنا أول ما شفت حالة توفر قلت لهم يبوا لي إياهم، وصلهم للعيادة والله وعلى طول شرحت عليهم. في ناس تحب واتساب مباشر، حطيت لها اياه توا بالسناب اللي فاتت، ولكن الاونلاين مال الدوائيه انا دائما احط الاونلاين، لان تشنج داشه صيدليه تشنج انت راح صيدليه، بس انت وانت بالبيت قاعد طالعينها اونلاين كل شيء تبونه، سواء انا الاشياء اللي تكلمت عنها ولا غيرها من البراندات. ولكن لاحظت لويس ألستون عموما والبرلمار تكون عندهم بسعر تنافسيه وحلوه دائما باغلب الاوقات، فعشان شيء انا دائما احط لهم. راح احط لكم لينك اللي يبي الغسول بروحه، اللي يبي يطلب عن طريق الواتساب المنتجين، لانه ينفعون الكل على راحتكم. راح احط لكم اللينك حق كل منتج. الحين مثلا ابي الالقى، احط هني الالقى، راح يطلع. شوفوا شلون ترتيب، تنزلون تحت راح تلقونه يطلع الالقى. كاه الالقى سعره وايد حلو بعد، شايفينه يا زين. حاله التوفر متوفر، لان هذا دائما مو موجود هالمرطب خاصه بالغسول. راح أحط لكم اللينك حقه وراح أحط لكم لينك الغسول.